تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج الحمل الناري حتى الساعة 9:23 من صباح الخميس، ثم ينتقل إلى برج الثور الترابي ويمكث فيه حتى الساعة 11:31 من صباح السبت، ليدخل برج الجوزاء الهوائي ويبقى فيه حتى الساعة 11:10 من صباح الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى صباح الخميس في برج الحمل الناري. من صباح الخميس وحتى صباح السبت في برج الثور الترابي. من صباح السبت وحتى صباح الاثنين في برج الجوزاء الهوائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الأربعاء من الساعة 11:57 ليلا وحتى الساعة 9:23 من صباح الخميس. يوم السبت من الساعة 5:01 مساء وحتى الساعة 11:31 من صباح السبت. يوم الاثنين من الساعة 2:38 فجرا وحتى الساعة 11:10 صباحا. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئ لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. ننتقل لأول مكالمة ونشوفني على الخط. ألو. ألو. نعم. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. عافية مواليد 88. أوكي. الشهر الثامن. أوكي. اليوم 9. ساعة بيش؟ الساعة 8 الصباح. اوكي، شنو سؤالك؟ اعطيك برج، اعطيك برج الزوجي. اوكي، شنو السؤال؟ ايش قد المواليد؟ على مود الاطفال، ما عندنا اطفال يعني، صار متزوجين فترة. اوكي، اعطيني المواليد مالته. مواليد 91. شهر الخامس اليوم 20. 20/5. اوكي، ساعة بيش؟ الساعة 10 الصباح. لحظة. لا يا حابة أعرف استعد أطفال أو لا. إن شاء الله هسه أشوف. إن شاء الله. سجاد. عشرين خمسة 1990. اوكي، اذا ان شاء الله تسمعيني من التلفزيون، انت ما عندك مشكله، زوجك عنده مشكله سبب وجود كوكب بلوتو في برج العقرب. هذا سبب التاخير عنده في مجال الانجاب. فهذه السنه يعني ما عنده، يعني تقريبا حاليا ما عنده فرص قويه. هو كبرجه بصراحه عنده فرصة من الخارطة مالته من شهر 6 من السنة الجاية على سبيل المثال، وتستمر وياه لحد شهر 10 تقريبا من سنة 2019 من الخارطة مالته يكون عنده مجال إن شاء الله في مجال الإنجاب.
انت شخصيا ما عندك مشكله ان شاء الله. مثل ما قلت لك من شهر 6 تقريبا الى شهر 10 من عام 2019 هاي السنه تكون جدا ايجابيه اذا ياخذ علاج ان شاء الله وياها، يعني تجيب يعني النتائج تكون ايجابيه، وبالتالي ان شاء الله الله يرزقكم. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو الو نعم تفضل. مرحبا هلا بيك. أنا والد 31-1-66 31-1-66 أوكي نعم. شنو سؤالك؟ حابة أعرف على شهر 1 الجديد تعرفين الساعة الجاية على الدنيا؟ ساعة الولادة؟ ما أعرف. طيب أنت من مواليد برج الدلو، السنة الجديدة هذه 2018 بدأت هي من شهر أكتوبر تشرين أول وصاعدا تستمر وياك لغاية شهر نوفمبر من عام 2019. أفضل شيء يكون لمواليد برج الدلو هو مجال العمل والمركز الاجتماعي، يكون عندك فتح حدث معين في مركز الاجتماعي بشكل خاص. السمعة مثلا كلهم يقولون، يعني الناس اللي يعرفون اذا انت موظفه ممكن تحصلين على ترقيه او منصب يلمع اسمك بالمجتمع. نعم. اذا انت مثلا ابسط شيء يعني اذا ربت بيت الى اخره يصير عندك فتح حدث ايجابي ان شاء الله بحيث يلمع اسمك في المجتمع، يعني في ما بين الناس اللي انت تعرفيهم. هذا ابرز شيء. الفتره الحاليه هي فتره صعبه عليكم انتم مواليد برج الدلو جسديا ونفسيا، يتوجب عليكم ان تنتبهون لنومكم غذائكم باخذ قسط كافي من الراحه، ما تجهدون نفسكم بسهر بتناول وجبات اكل غير مالوفه او اكثر من معتاد، او تجهدون نفسكم بعمل اكثر من طاقتكم. هذا تمارسون حياتكم الطبيعيه لغايه 20 يناير، بعدها صاعدا ان شاء الله الوضع يكون لكم جدا ايجابي بشكل عام، تبدون صفحة جديدة تتسم بالثقة العالية وبالنفس وأكثر قدرة على مواجهة مشاغلكم اليومية إن شاء الله. أنا حاجزة على شهر 3 آخر 3 24/3 بس أنا مترددة من هالسفرة هذه. لحظة بشهر 3 إن شاء الله ما في شيء، بس دقيقة تأكد. ماكو مشكلة يعني زينة ما في هالشيء. لا ان شاء الله حسب ما اتذكر لا ماكو شيء، بس اتاكد اكثر حتى انطيج. على ايش قد بشهر الثلاثة؟ 24/3 بشهر كل الزين هو اوكي، بس همينة دقيقة ما عندش مشكلة. تمام. كم العفو؟ 24/3 اسف 24/3 من 23/3 اسف. اي نعم من 23/3 لغايه 15/4 هاي الفتره، يعني اذا حاجز السفر او شيء لازم توجب عليك تكونين حذره، او اذا انت مضطره واذا حجزتي يعني ما تقدرين تغيرين السفر تروحين قبل الموعد للمطار الى اخره، يعني تتوقعين شوي الرحله تكون شوي متعبه، واذا تقدرين تاجليها بعد 15/4 يكون افضل لك. لا ما اقدر حجزت خلاص. توكلي على الله ماكو مشكله، بس مثلا روحي اذا مثلا موعد مال الطياره على سبيل المثال الرحله مالتك قبل 9 ساعات انت روحي اطلعي قبل 4 ساعات، لان احتمال الرحله تتاخر. اي يعني الرحله ما تكون يعني مريحه مثل باقي الرحلات اللي انت معتاده عليها. لان انا قاعد احاول اتصل فيك يعني من تقريبا من شهر بس ما يطلع الخط، ما يطلع نهائي. انت يا سما طول حصلتي ان شاء الله مرات المقبله، بس يعني تلحين على الاتصال تزنين على الاتصال تحصلين ان شاء الله، بما انه لقط وياك اليوم الخط ان شاء الله بالمرات. اوكي بس السفره ما تج بالتوفيق العفو تهيئي لها كوني مستعده وان شاء الله ماكو شيء. ان شاء الله ان شاء الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. اهلا وسهلا بك. اهلا مشاهدينا الكرام، المشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئه لاستلام مشاركاتكم، او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. مشاهدينا الكرام، في هذه الزاويه نتابع من خلالها اسرار وخفايا بعض الشخصيات السياسيه والرياضيه والفنيه في المجتمع. نبحث في التفاصيل ونحاول ان نميط اللثام عن الغامض والمجهول في اعماق تلك الشخصيات مما تبوح به احيانا وتكتمه احيانا اخرى. لا نمتلك في كل ذلك شيئا سوى الأبراج وما تقوله في السر والعلن، مما قد يدخل في حسن الظن أحيانا ويبحر في أعماق اليقين أحيانا أخرى دون ما اكتراث بشيء، وفي كل هذا ليس لنا رأي.
المهم فقط هو كشف المستور من الغاطس في أعماق النفس الإنسانية لتلك الشخصية، والأمر من قبل ومن بعد لله تعالى، فهو العالم بكل شيء وفوق كل ذي علم عليم. شخصيتنا الأولى مشاهدينا الممثلة العراقية آلاء شاكر، هي من مواليد برج الميزان. تبذل جهدها لتسود من حولها أجواء من التفاهم والانسجام، وتتعامل بدبلوماسية مع الغير. ليس لديها حظ جيد وتواجه صعوبة في الإيفاء بالمواعيد مع الآخرين، كما إنها بحاجة لمن يشجع للبدء بخطوة جديدة، في نفس الوقت لا تحب أن يدفع بها دفعا إلى عملها. حساسيتها تجاه الجنس الآخر تؤكد حصولها على زواج سعيد. وجودها يهدئ من روع الآخرين، ولديها صلات قوية بالعائلة والمنزل، كما أن لديها موارد مالية كافية. تجد حياتها اليومية مملة وغير مثيرة، وتضيع الوقت في البحث عن ما هو مثير. أفكارها دقيقة تصيب كبد الحقيقة في المواضيع التي في متناول يديها. تكتسب المعرفة والمهارات اللازمة في مجال العمل الذي يوفر خدمات واقعية وعملية للناس بشكل عام. سريعة الهجوم على ملاحظات الآخرين تجاهها، لا تتحمل الانتقادات، بينما توجه هي الانتقادات وتتحرى لهم عن الأخطاء. تبحث في الأمور العاطفية بفضول وتحليل هادئ. لسوء الحظ فإن معظم الشركاء يستاءون لافتقادها للعفوية وميلها نحو تطبيق معاييرها النقدية لجميع تصرفاتهم. تستطيع مصاحبة معظم الناس، وسبب شعبيتها هي أخلاقها وذوقها الرفيعين. مزاجية، وذلك تأتي شعبيتها من تلقائيتها في المآخذ المرحة في الحياة والحب، وتضيف الإثارة لكل شيء من حولها. مزاجية، وذلك بسبب اعتمادها العاطفي على الآخرين. تكره التحديد، ومع ذلك تبحث عن الأمان مع شخص ذي سلطة، وتشعر أن عليها حماية أفراد العائلة والأصدقاء. لديها الشجاعة الكافية للقيام بأعمال مصيرية، وعادة ما تقوم بتنفيذ أفكار غير مطروقة سابقا، ذات طبيعة عملية. معروف عنها العصبية، وإذا ما استمرت على هذه الحال فإنها ستؤذي نفسها في النهاية. تقوم بجهود حثيثة لتوسيع التفهم والتعاطف مع الأشخاص الذين لديهم مشاكل. كريمة لكل من تقابله، بخاصة مع أفراد العائلة. يعد منزلها جنة للكثيرين. حسها وفراستها تزيدان من منافعها في العمل، وهي مهتمة بتنمية النفس. تشعر بالالتزام بضرورة تقدمها إلى الأمام، حيث تشعر أنه إذا لم تفعل ذلك سيعتقد الآخرون أنها ضعيفة. لديها القدرة على القيادة، وتسعى دوما إلى القمة، حيث يكون نجاحها ظاهرا للعيان. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو ألو ألو، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا مواليد 28/7/1993. ساعة بيش؟ وما أعرف الساعة الصراحة. وعندي زوجتي 19/7/1993. أوكي، شنو سؤالك؟ السؤال أريد بس أعرف نبدا عن الحياة وسنة 2018، ودائما أكو مشاكل بيناتنا. أوكي، حبيت أعرف عن الأسباب. المفروض العلاقة مالتكم أوكي، بس هسه شوفها يعني
يعني قريبين كلش. اريد نبذة عن يعني عن 2018 راح يصير ان شاء الله. 28/7/1993 و19/7/1993 العلاقة زينة والله، يعني جيدة جدا إذا كانت الرغبة فعلا صادقة ومتبادلة بين الطرفين، ما عندكم يعني مشاكل بصراحة. إذا أكو خلل فهذا من عندكم، يعني يا من عندك يا من عنده إن شاء الله. يعني وماكو علاقة مثلا زوجية ماكو، بس علاقتكم شخصيا لا أوكي بالنسبة من ناحية مواليدكم بشكل خاص. أنت من مواليد برج الأسد وهي من مواليد برج السرطان، عندنا 4 5 أرقامك 1 و3. أنت إنسان محظوظ بشكل عام، وهي من مواليد عندنا من مواليد برج السرطان 4 5، هي أيضا أرقامها 1 و2 و3، هي أيضا محظوظة ما شاء الله، اثنيناتكم محظوظين. أفضل شيء لك خلال عام 2018 هو مجال العقارات، السكن نفسه، البيت، الأمور العائلية، تحسن علاقاتك العائلية مع الأخوة، يعني إخوانك الكبار على سبيل المثال، الأب، الأم، إلى آخره، الأقارب، هيك هاي الأمور تكون يعني يكون وضعك إيجابي جدا، أو تكون عندكم فرصة جيدة ومثالية لشراء أو بيع عقار، أو مثلا تنتقل السكن جديد أو تغير أثاث البيت، أي شيء يخص السكن، العائلة، العقارات، هذه الأمور يكون النجاح إن شاء الله من حليفك من جانبك يعني. أما بالنسبة إلها هي أفضل شيء إلها خلال عام 2018 الحظ العاطفي والمالي، من ناحية الأطفال يكون وضعها كلش إيجابي. إذا ما عندكم طفل فاحتمال 99% إن شاء الله يجيكم طفل، وإذا عندكم أطفال تسعدون من إنجاز يتعلق بأحد أولادكم على سبيل المثال، مثلا ينجح بالمدرسة أو يسوي يعني يكون مطيع وياكم أكثر إلى آخره. هذا اللي أقدر أجاوبك عليه. نأخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك. رجاء 13/1988 الساعة 6:30 الصبح. 6:15. 6:30. 6:30. نعم. لحظة. أسأل على الصحة لأن الصحة مو زينة، وأسأل على الزواج بيصير عراقيل. لحظة. أوكي، أنت من مواليد برج الميزان وطالع لا. الميزان أيضا من ناحية الزواج ما عندك أي مشكلة بصراحة، يعني حتى لو جاي قبلها وبعدها وضعك من ناحية الزواج بشكل خاص طبيعي. أفضل فترة عندك من بخصوص الزواج، عندك فترة إيجابية من ناحية العاطفة، مثلا ممكن أنا ذاك خطوبة أو الارتباط إلى آخره، من 19/1 لحد 10/2 هاي الفترة إيجابية لمواليد برج الميزان من ناحية العاطفة. والفترة المثالية للارتباط والزواج خلال عام 2018 من 6/3 لغاية نهاية شهر 3، كلها هاي الفترة المثالية لكم من ناحية الارتباط خلال عام 2018. أوكي، صحيا ما عندك مشكلة بتاتا، ما يعني وضعك طبيعي. انت كواحد من مواليد برج الميزان انتبه، منطقة الظهر السفلي، الكليتين، هاي المناطق اللي هي اكثر عرضة للإصابة، بس مع ذلك ان شاء الله ما عندك اي شيء يدعو للقلق، يعني اطمئن من هالناحية، وضعك طبيعي. اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو. شغل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك، تفضل. ممكن نشارك البرنامج؟ انت على الهواء، تفضل. تفضل، انت على الهواء. الو، انت على الهواء. نعم. بس انا 1988 يا يوم يا شهر 3/3. اوكي، شنو سؤالك؟ بس اعرف البرج ما اتاكد منه. برج الحوت انت؟
الحوت. نعم. إيه خلي شوف لي أموال. شون العفو؟ شنو؟ ما سمع السؤال. أوكي أنت هذه أنا ما سمع سؤالك لأن صوت هوسي أمك أو انقطع الاتصال يمكن. هذه السنة لك أنت بشكل خاص إيجابي من ناحية السفر الهجرة إلى آخره. الفترة الحالية اللي إحنا بيها فترة إيجابية لكم من ناحية النشاطات الاجتماعية، الصداقات ممكن تنعزم أكثر أو أصدقائك يوقفون وياك أكثر من اللازم، يعني تقدر تعتمد عليهم أو تطلب العون منهم، خاصة المخلصين منهم ما راح يخيب يعني يخيبون ظنك بهم إن شاء الله. وإن شاء الله تعود الاتصال حتى أقدر أجاوبك بشكل أوضح. نأخذ اتصالات في آخر. ألو 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 مساء الخير. مساء النور، هلا بك، تفضل. عبد القادر من الجزائر. أهلا وسهلا عبد القادر، تفضل. تاريخ الميلاد 14/2/1971. أوكي، شنو سؤالك عبد القادر؟ سؤالي عن العمل والصحة. أوكي، أنت من ناحية أنت من مواليد برج الدلو. هذه أنا. السنة 2018 حاليا، يعني هذه السنة بدأت من 10 أكتوبر وتستمر وياك لغاية 8 نوفمبر من عام 2018. أفضل شيء لكم مواليد برج الدلو هو مجال العمل. أكثر الناس المستفيدة في مجال العمل، يعني اللي يبحث عن عمل أو اللي يكون عنده فرص أنه يحصل على عمل، هم أنتم مواليد برج الدلو. فالمجال مفتوح قدامك إن شاء الله. والفترة الإيجابية لك من 20 في عمل تجارة. في عمل نعم في عمل تجارة. في عمل تجارة. تجارة ما عندك مشكلة، وضعك طبيعي. عمل تجارة. نعم فاهمك. عندك فترة إيجابية إذا تجارة داخلية من 6/3 لغاية نهاية من 6 آذار مارس لغاية نهاية آذار مارس، هاي الفترة تكون إيجابية. وإذا تجارة خارجية وضعك طبيعي مستقر، ما عندك مشكلة. بارك الله. أهلا وسهلا بك. ما زلنا نتواصل معكم مشاهدين الكرام من شاشة التلفزيون الشرقية وفي برنامج البرج العالي. أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهي للسلام ومشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. نكون الآن مع الشخصية الثانية لهذا اليوم، هو المخرج السينمائي الأمريكي مارتن سكورسيزي. هو من مواليد برج العقرب. اعتداده بنفسه لايق في طبيعته الطيبة الكريمة أو احتياجه للعاطفة. لديه قدرة تحمل كبيرة، يحب أن يجتذب الأنظار ويشعر بارتياح كبير إذا سلطت عليه الأضواء، ويسعد أن يطلب منه النصح. يمارس نوعا من النفوذ أو التأثير على الغير، ويحب امتلاك الماديات، ولديه تصميم كبير على النجاح في حياته. يتمتع بحياة صحية وسعيدة، ولديه أصدقاء طيبون وعادات حسنة، ويحصل على زواج صالح. محب متفائل للحياة، مما يجعل الناس يشعرون بالسعادة بسبب طريقته الرقيقة في العلاقات. يعجب به الآخرون بسبب مظهره الخارجي الإيجابي وقدراته الطبيعية على القيادة. لديه نظرة روحانية للحياة. لديه خيال خصب يمكنه من إنتاج فني مبدع، ويكره أن يخبره أحد بما يجب عمله. يأخذ الأمور بشكل شخصي. متيقظ لاقتناص الأعمال الجديدة أو الفرص الاجتماعية، وبإمكانه أن يشعر بورودها حتى قبل أن تصبح حقيقة. غالبا ما يعيش في عالم الأحلام، بحيث لا يعود بإمكانه أن يحدد الحقيقة، وعندها يشعر بارتباك شديد. يحتفظ بقسم من أفكاره سرا دفينا بينه وبين نفسه، ويحاول التغلغل إلى نفوس الآخرين لمعرفة خباياهم. ذكي سريع البديهية، ويميل للتحدث كثيرا عبر الهاتف. عملي وحاسم، فعندما يقول شيئا ما فإنه يقوله بوضوح، ويعني ما يقوله بالضبط.
غيور جدا، وإذا ما وقع في غرام شخص ما فإنه يريده روح يريده له روحا وجسدا، أما كل شيء أو لا شيء على الإطلاق. لديه علاقات حسنة مع معظم الناس وشعبية عالية بسبب ذوقه الرفيع وأدابه الحسنة، تجعله طبيعته الرقيقة شخصا ينجذب إليه الكثيرون، وبعضهم يلتقي بهم بطرق غير اعتيادية، يمكنه حدسه من تفهم الآخرين. لديه مظهر خارجي روحاني. يمتلك شعورا بالمسؤولية ويحب العمل بالأمور المعقدة والتي تشكل تحديا لذكائه. يأخذ الأمور بجدية عالية وقد تكون أحيانا أكثر من اللازم. بحثه على النجاح يعتمد على التخطيط المحافظ على القيم المقاومة للتغيير، ويتكل على أرضية صلبة في تجاربه أو خبراته السابقة أكثر من اعتماده أو رهانه على المهارات غير المجربة للدوافع أو النزوات المحفوفة بالمخاطر. يختار أهداف طموحة من النوع الذي تحتاج إلى تعهد ووعود ويكرس لها الجهد الكبير. دافعه للنجاح هو الحصول على مركز اجتماعي مرموق إضافة إلى الدافع المالي. لديه المقدرة في التصدي لصعوبات متعددة في آن واحد، وذلك بسبب تصميمه، ويمكنه تحقيق النجاح فيها. تتركز متاعبه في الحياة في علاقاته العائلية أو من السكن نفسه. تتعلق معظم مشاكله بسبب تجاوزه في لعب دور الأب. مشاهدينا الكرام، مشاركة تواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. عودة للمكالمات. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. مواليد 60/11، بشوف على الحالة الصحية. أم علي من بغداد. أهلا وسهلا أم علي. أم علي، هذا المواليد مضبوط؟ أي مضبوط، 61. مو هاي المواليد عندنا بالعراق، الواحد واحد والواحد سبعة أغلبها ترى مو مضبوطة، يعني على كلام لا. أوكي. من ناحية انقطاع، من ناحية صحية أم علي ما عندك مشكلة، أنت كواحدة من مواليد برج الجدي الفترة الحالية فترة إيجابية عكس الشهر الماضي كان صعب عليكم من ناحية جسدية ونفسية. حاليا وصاعدا وضعكم تقريبا نسبيا، أنت منا ورايح إن شاء الله يعني شوية نسبيا تبدين في الصفحة إيجابية أكثر، تتسم بالثقة العالية بالنفس والطموح، وتنفضين غبار اليأس والتشاؤم والتعب اللي سيطر عليك خلال الأسابيع الماضية، وعلى طول السنة إن شاء الله ما عندك شيء يدعو للقلق. أنت بشكل خاص كوحدة من مواليد برج الجدي انتبهي إلى منطقة الركبتين والجلد والأسنان، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة، وإن شاء الله ما عندك أي شيء من كبرجك، ما عندك أي مشكلة من ناحية الصحية. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، تفضل. اغاثي، انا من مواليد 82/5. 82/5 حبيبي، الله يسعدك. أهلا وسهلا بك. شنو سؤالك؟ أنت من مواليد برج الثور. اسمعني. والله عن حياتي وزوجية وحياتي. أوكي. عملية ويعني جالسة. أوكي. اسمعني من التليفون، ابتعد عن التلفاز، ركز على التليفون. 7/8 أرقامك 1 و6/8. انت بشكل عام انسان يعني مرات تطلع لك مشاكل انت بغنى عليها، يعني بغنى عنها، اسف. اي شيء تريده لازم يعني تثابر او تصمم وتتعب يلا توصل للهدف اللي انت حاطه ببالك او الشيء اللي انت تريده، مو مثل باقي الناس. اكو ناس مثلا تجيهم الاشياء ممكن بسهوله، انت تتعب هوايه ويعني ويلا تحصل هذا الشيء بعد جهد كلش كبير، وتطلع لك انت مشاكل لا بيها ولا عليها، فلازم تعتمد على
يعني تبقى هيك يعني تعرف انه اي شيء تريده تعتمد على اجتهادك، يعني تنسى موضوع الحظ، تظل على هذا الوضع، تستمر يعني تحط الشيء اللي براسك تسويه وتعتمد على مثابرتك. هذه السنة لك من ناحية الزوجية مثل ما سألت، هاي أفضل شيء لك أنت كواحد من مواليد برج الثور. خلال عام 2018 المتزوجين تحسنون علاقتكم الزوجية، إذا لا سمح الله بيها مشاكل واللي علاقتهم زينة يحسنوها أكثر، واللي ما متزوجين تكون عندهم فرص مثالية لهم بالنسبة للزواج، خاصة اللي تأخروا في زواجهم. وإن شاء الله أكون جاوبتك. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج. إلى أن نلتقيكم مجددا مشاهدينا، أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث من تلفزيون شرقية، مع السلامة.